حضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد. مصر دولة قانون، ده العنوان الرئيسي اللي حابة أكد عليه في حلقتنا النهاردة. مصر دولة قانون اللي ما تسمحش أن تهان سيدة وتضرب في الشارع وتسحل في الشارع. دي قصة سيدة الطلبية اللي هي سيدة جيهان عبد الملاك، واللي هتشرفنا النهاردة حصرياً على ميسات. الاهتمام بفقرة أو بحكاية السيدة جيهان اللي ملت السوشيال ميديا، وشفنا ابنها وهو رافع الفيديو اللي بتضرب فيه في الشارع من جيرانها اللي بقالهم 5 سنين في مشاكل معاها، خلاني اهتميت اهتمام خاص جدا. حضراتكم عارفيني ومتابعيني من سنين، يمكن مش بحثا عن سبق بل بحثا عن حقيقة. ايه اللي يخلي مرأة مصرية زيها زي ألاف السيدات، ست في حالها، ست بتربي ابنها، ست يمكن لظروف ما منفصلة عن زوجها ولها حياة خاصة، عرفت تربي ولد كل الناس بتشيد بيه وبتعليمه وبالدراسة اللي هو دارسها، وده اللي هنعرفه في فقرتنا النهاردة. فين حقوق المرأة المصرية اللي بنتكلم عنها طول الوقت؟ فين حق المرأة اللي بيتكلم عنها السيد الرئيس طول الوقت؟ ويمكن السياسة العامة للدولة بتفعل حق المرأة المصرية. سيدة جيهان عبد الملاك سيدة مصرية خالصة، يعني فكرة بقى أنها تتعرض لخلاف بينها، لو في من أنا معرفش مشكلة هنعرضها مع بعض النهاردة، وهنعرف إيه مدى الخصومة بينها وبين جيرانها اللي وصلت جارها وزوجته إن هم يضربوها ويسحلوها في عز الشارع. فكرة بقى تفعيل القانون ده اللي أنا واثقة فيه. فكرة شفنا ابن مستشار وهو بيحتك برجال المرور الفترة اللي فاتت، وطلع علينا السوشيال ميديا وقالوا ان لا ده باباه هيخلي محدش يقدر يجنبه، لا شفنا الولد دلوقتي بيتعاقب، وفي فعلا تفعيل القانون مش بيقف على حد، القانون المصري ينفذ على الجميع، وده اللي انا بثق فيه. ان تسحل سيدة مصرية وتتعرف الشارع ويحصل فيها ده، يمكن ما بقاش نقبل بيه تاني، ويمكن بعد اللي شفناه قبل كده في حوادث مشابهة، يعني الاستنفار اللي قام بيه السوشيال ميديا واللي قامت بيه معظم الشخصيات العامة على الاهتمام بسيدة الطلبية، وده الاسم اللي أطلق عليها على السوشيال ميديا، ده يخلينا كلنا نحاول نعرف تفاصيل القضية، إيه اللي وصلها مع جيرانها إن هم يعتدوا عليها بالشكل ده. لو في بينهم خصومة ما يروحوا يرفعوا عليها قضية، ما يروحوا يشتكوها في الاسم، ده المسار القانوني لأي خلاف بين اتنين. لكن فكرة إنك تتجاوز وتمد ايدك عليها او تسحل في الشارع، ده شيء مرفوض. وزي ما قلت لحضراتكم احنا نبحث عن سبق بل نبحث عن الحقيقه. هي هتشرفنا النهارده حصريا على ميزات السيده جيهان عبد الملاك واللي بيطلق عليها على السوشيال ميديا سيده الطلبيه، وهيكون في تفاصيل كتيره. انا عايزه اقول لحضراتكم ان من كلامي معاها انها سيده راقيه جدا، سيده فاهمه جدا، سيده ذو حيثيه، هتشوفوها النهارده.